بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا في هذا اللقاء أو في هذا الفصل الدراسي من عام 1440 لدراسة مقرر مبادئ التسويق. بإذن الله نسأل الله أن ينفعنا بهذا العلم وأن يعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما وهدى وتقى يا رب العالمين. بإذن الله راح أكون معكم خلال هذا الفصل الدراسي للحديث حول التسويق ومبادئ التسويق ومفهوم التسويق. راح ناخذ مفهوم عام عن التسويق، راح نبين ان التسويق في مفهومه بين العامه هو مفهوم غير صحيح، وان مفهوم لم يعطى حقه بشكل صحيح. راح نوضح ما هو دور التسويق، راح نوضح كيف ممكن يكون التسويق اعم واشمل من الصوره الذهنية النمطية عند كثير من الناس. بإذن الله أن الطالب أو الطالبة راح يستفيد من هذا المقرر، سواء كان في تخصص الإدارة أو في التخصصات الأخرى، لأن أعتقد أن هذه المادة هي مهمة جدا لجميع التخصصات، خصوصا الأشخاص اللي يرغبون في الوظيفة في المستقبل أو يرغبون في فتح مشاريع خاصة لهم أو لأنفسهم. فهذه المادة وهذا العلم راح يفيد بشكل كبير جدا بإذن الله. راح أكون معكم إن شاء الله خلال هذا الفصل من خلال يومي الأثنين والثلاثاء. الأثنين نلتقي في مثل توقيت محاضرة اليوم الساعة 4:45 لمدة 45 دقيقة إن شاء الله إلى الساعة 5:30. ثم يوم الثلاثاء راح نلتقي الساعة 4 تماما إلى 4:45 من كل أسبوع. فراح يكون عندنا خلال شهر أو شهر ونص تقريبا، يعني ممكن تكون خلال شهر ونص، قد تنتهي شهرين، ما نتأكد من جدول عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، لكن إن شاء الله راح نلتقي في 12 لقاء خلال هذه الفترة. من خلالها إن شاء الله راح يصلكم المنهج بشكل كامل، وراح نغطي كافة التفاصيل المهمة اللي نراها مهمة في هذا المقرر، واللي من أراد الاستزادة بحكم ضيق الوقت ممكن يطلع على مصادر أخرى، ممكن يحيلكم على مصادر أخرى تكون مناسبة لكم بإذن الله. طبعا كل المعلومات اللي راح أقولها لكم الآن هي موجودة أصلا عندكم في المنتدى، المنتدى عندكم المنتدى العام ومنتدى الاستفسارات موجودة، راح أزودكم فيها إن شاء الله بمعلومات المقرر، راح أزودكم إن شاء الله بمواعيد المحاضرات، راح أبلغكم كل أسبوع عن ماذا تتوقع أو المواضيع اللي راح نأخذها خلال محاضرة هذا الأسبوع أو محاضرة هذا الأسبوع. أيضا راح تحصل إن شاء الله الشرائح الخاصة بهذه المادة، راح تكون إن شاء الله موجودة في البلاك بورد أو في المنتدى إن شاء الله. ويعني أستبق السؤال المتكرر وأجاوب عليه من الآن، هو سؤال وش الشيء اللي نعتمد عليه؟ هل نعتمد على المذكرة؟ هل نعتمد على الشرائح؟ هل نعتمد على كذا؟ طبعا مثل ما أنتم تعرفون نظام عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد نظام واضح وصريح في أن الطالب مطالب بمرجع واحد وهو المادة الصوتية والمرئية اللي تقدمها العمادة. وجودي معكم حاول أني أركز على أبرز النقاط الضرورية اللي يحتاجها الطالب والطالبة، فبالتالي الشرائح اللي تجدها أمامك هي أهم ما في المقرر، ولكن لا يمكن أن نقول أن هذا هو المقرر الكامل. المقرر موجود في المادة الصوتية والمرئية، وهذه الشرائح وحضورك للمحاضرة واستفسارك وأسئلتك، وراح يكون إن شاء الله في نهاية كل محاضرة كويز 5 دقائق، هذه كلها تساعدك على أنك تستوعب المنهج بشكل أفضل وبشكل أكبر. مسألة اعتمادك على ملخص معين أنت تراه مناسب لك، أنت تراه مريح، أنت تراه وافي وكافي، هذه مسألة ترجع للطالب نفسه وتقدير الطالب نفسه. أنا ما أقدر أحيلك على ملخص معين، أحيلك على المواد الرسمية المعتمدة،
والطالب بنفسه يقرر الشيء المناسب واللي يراه يناسب طريقته في المذاكرة والتحضير للاختبار. المهم ما نستبق الأحداث والحديث عن الاختبار، إن شاء الله راح يكون في وقته، لكن أشجع على الحضور وأشجع على التركيز على الكويزات لأنها مفيدة. أعطيك ملخص عن المحاضرة تقريبا، هذه أبرز الملاحظات اللي عندي. إذا كان عندك أي استفسار، إذا كان عندك أي سؤال، عندك عدة وسائل، عندك المنتدى وعندك الإيميل. إذا تراسلني على الإيميل، إذا تراسلني على المنتدى وتكتب استفسارك. إذا كان عندك استفسار أو سؤال خلال وقت المحاضرة، يفضل إنك تأجله إلى نهاية المحاضرة، لأن غالبا وأنا أشرح ما ألتفت للأسئلة، أخلي الأسئلة في نهاية المحاضرة. في نهاية المحاضرة راح أخلي 5 دقائق من كل محاضرة أستقبل فيها الأسئلة. اسأل ما بدا لك، يعني فيما يتعلق بالمحاضرة، فيما يتعلق بموضوع اللي تحدثنا عنه، أو فيما يتعلق بالمنهج ككل، أو فيما يتعلق بالمنهج ككل. ف يعني أتوقع منكم إن شاء الله الالتزام بهذا الشيء، لأني أنا لو أحد سأل وسط المحاضرة قد يظن أني تجاهلت عمدا، لكني في الحقيقة غالبا أكون ما التفت لهذا السؤال ولا انتبهت له، لأني أكون مركز في الشرح. فهذه يعني أبرز النقاط الرئيسية اللي حبيت أنبه عليها. هل في استفسار قبل ما نبدأ ونتكلم عن التسويف؟ ما عندي علم عن جدول الاختبارات، في طالب يسأل عن جدول الاختبارات، ما عندي علم. محاضراتنا راح تكون كل يوم اثنين وثلاثة، نعم. أي سؤال إضافي؟ طيب بإذن الله أنكم راح تستمتعوا في هذه المادة، راح تستفيدوا منها إن شاء الله فائدة كبيرة، وبإذن الله ما راح تواجهون فيها مشاكل. تطلبوا من الله التوفيق، بإذن الله رب يوفقكم، وأنا إن شاء الله أني راح أساعدكم باللي أقدر عليه، وإن شاء الله ما نواجه مشاكل، إن شاء الله بإذن الله ما تواجه مشاكل. المادة سهلة جدا، أنا رأيي المادة سهلة جدا، والطالب كل طالب قادر على أنه يحصل على درجة الألف زايد أو الأي بلس بدون شك عندي، لو بس الطالب ركز في المحاضرات، في الكويزات، في الشرائح، في المادة الصوتية المرئية، بإذن الله راح يحصل على درجة كاملة. عندي سؤال الآن قبل ما أبدأ في شرح المادة، قبل ما نبدأ في المقدمة. اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن المقدمة في التسويق، لكن عندي سؤال بدي الجميع اللي يستطيع يجاوب عليه الآن. وش تفهمون من كلمة تسويق؟ وش تعرفون عن التسويق؟ بدي أشوف إجاباتكم. موجود، أنا بس أقرأ أجوبتكم. جميل جميل، طيب الأغلبية تتفق على أن ترويج إبراز مميزات سلعة، ترويج للسلعة تقريبا نفس الإجابات، أبرز شيء في المنتج عشان يشترون الناس. فاللي يعني افهم من كلامكم اني ابين المنتج بطريقه جميله او اظهره بطريقه جميله عشان الناس يشترونه مني، هذا بس هذا واكسب العميل. طيب جميل، مفهوم التسويق يعني
من مشكلة كبيرة جدا وين كثير من الناس يفهم التسويق على أنه إما إعلانات مشاهير مثلا في السوشيال ميديا اللي يشوفها، أو إعلانات شوارع، أو إعلانات تلفزيون، أو إلى آخره من أنواع الإعلانات، أو يقول والله تسويق يعني مسوق، رجال أو شخص أو امرأة أو أي شخص يروح يدور ناس يحاول يبيع عليهم. يعني ممكن تشوفون ينتشرون مثلا، يطق عليك الباب يبغى مثلا يركب لك انترنت، مثلا يفهم من هذا، او مثلا يطق عليك يقول لك والله ببيع لك الجهاز الفلاني، يجي عندك في البيت يقول لك. يعني كثير من الناس يظن ان هذا هو التسويق، ان اما اعلان او رجل بيع يبحث عن زباين وعملاء ويبيع لهم ثم ياخذ عليها عمولة على كل عملية بيع. فهذا هو اللي أثر على كثير من الناس. فكثير من الناس يسألهم تقول ليش ما تدخل تخصص تسويق؟ يقول والله شو بصير بعدين، إعلانات ولا مسوق، فما لها مستقبل. لكن حقيقة الأمر أن التسويق أعم وأشمل. صحيح مثل ما ذكرت زي المندوب، وهذا غير صحيح. غير صحيح أن التسويق مندوب أو إعلانات. التسويق أعم وأشمل. اليوم راح ناخذ مفاهيم التسويق، وممكن راح تطور التسويق نصل لها او نخليها غدا، لكن قبل ما ندخل في هذه المفاهيم وقبل ما ندخل في التفاصيل اكثر، بدي اوضح فكره ان التسويق ممكن يعني نقفز الى واحده من الشرائح المتقدمه ثم نتجاوزها. لكني احب ابدا بهذه الشريحه لاني ارى انها هي اللي فعلا تشرح الموضوع بشكل اكبر. التسويق هو عبارة عن مجموعة من العناصر والعوامل اللي تساهم في جذب العملاء وكسب رضاهم وإشباع حاجاتهم ورغباتهم. طبعا إشباع حاجاتهم ورغباتهم وش تكون؟ تكون عن طريق تقديم منتج مناسب. الآن المنتج اللي يقدم لك الآن في السوق، هذا المنتج، مواصفات هذا المنتج، تغليف المنتج، شكل المنتج، طريقة استخدام هذا المنتج، المنفعة من استخدام هذا المنتج، كل هذا عمل مسوقين. المسوق يجد في السوق ويبحث في السوق عن كيف الناس ترغب في هذا المنتج. ليش الناس يرغبون في هذا المنتج؟ ليش الناس والله يرغبون في خدمة مثلا هنجر ستيشن ووصل مثلا وجاهز وغيرها؟ إن مثلا الناس، في ناس يقول والله انا ابغى اريح، ما ابغى، في ناس فهذا اكتشف الحاجه اللي في السوق وبناء عليه قدم لك هذه الخدمه. طيب طلع هنجر ستيشن ما لبى كل الرغبات، يتاخر مثلا عند بعض الناس يقول لك، ولا سين من الشركات بدون ذكر اسماء، بعض الناس يقول لي مثلا يتاخر، ولا بعضهم ما يوصل على الوقت، اللي بعضهم يصير بارد، واللي بعضهم. فجت شركات ثانيه قالوا تدري ان عندنا هذه الحاجه عند الناس يرغبون في مثل هذا المنتج، نحاول احنا نقدم لهم طريقه افضل. والله نضمن لك انه نوصل لك خلال نص ساعه، نضمن لك ان الطلب ما يكون بارد، نضمن لك انه والله سعر التوصيل يكون سعر معين الى اخره. مواصفات المنتج، قص على منتجات كثير، مثلا شوف السياره، شوف المواد الغذائيه اللي تشتريها يوميا، يعني علبه المويه اللي انت تشتريها هذه، وش مواصفات هذه المويه؟ وش تغليفها وعلبتها؟ كل هذه الأشياء تختص بعلم التسويق والمسوقين في دراسة المنتج ومنافع المنتج، ثم بعد ذلك سعر هذا المنتج. السعر من وظائف التسويق الرئيسية. وش سعر هذا المنتج؟ هل سعر المويه بنص ريال مناسب؟ هل سعر السيارة 100,000 مناسب؟ هل سعر البيت بمليون مناسب؟ إلى آخره. قسها على جميع أنواع المنتجات. السعر هذا من أهم الأشياء اللي لابد أن المسوق يحسب حسابه بشكل جيد. السعر يجب أن يضعه المسوق ولا يضعه متخصص المحاسبة أو المالية. والسبب أن المسوق هو اللي يعرف السوق، هو اللي يعرف الناس هل تستطيع أنها تشتري ولا لا، هو اللي يعرف الأسعار اللي موجودة في السوق. هل لو سعرت بهذا السعر راح يكون سعري اعلى من الناس او المنافسين بكثير او اقل بكثير؟ هل سعري هذا يستطيعون الناس يشترونه ولا ما يستطيعون؟ هل راح يسبب
أزمة عند الناس وممكن يصير مقاطعة بسبب هذا السعر، أو بالعكس راح أكسب زباين أكثر. راح نتكلم طبعا عن كل واحدة من هذه في باب مستقل، لكن هذه مقدمة بسيطة. ثم بعد ذلك المكان اللي راح أوصل فيه المنتج لهذا الزبون. الزبون ممكن إنه أو العميل يكون يرغب في شراء سلعة معينة، لكنه ما يجدها في المكان المناسب. وإذا ما وجدت السلعة في المكان المناسب ما راح أشتريها. إذا كان في تطبيق شيء جميل جدا، لكن هل كل الناس ترغب في استخدام التطبيق؟ مو بشرط. في ناس ما يرغب في استخدام التطبيق، في ناس يقول والله أنا أروح للمحل أجرب الملابس بنفسي وألمسها وأشوف نوع الخامة أفضل لي. في ناس يقول لك لا والله أنا أجلس في البيت وأجرب، إذا عجبني الحمد لله، إذا ما عجبني أرجعها. فالآن وفرت أكثر من مكان للزبون، هذه أيضا من أساسيات التسويق. والفرع هذا اللي بفتحه في أي مكان، ليش فتحت في الشمال ولا فتحت في الجنوب؟ أو ليش فتحت في الغرب ولا فتحت في الشرق؟ هل لأن الناس هناك مثلا مستوى الدخل عندهم أعلى؟ هل لأن الناس هناك قوتهم الشرائية أكثر؟ هل لأن الناس يرغبون أو يشترون هذه السلعة لأنهم مثلا يكثر فيها مثلا الأجانب إلى آخره؟ ثم بعد ذلك الترويج اللي تكلم أغلبنا عنه وقالوا إن التسويق هو الترويج. الترويج مجرد جزء بسيط من التسويق. فالترويج من عناصر المزيج الترويجي، عندنا الإعلان جزء منه، البيع الشخصي اللي قلنا المناديب ورجال البيع جزء منه، في العلاقات العامة جزء منه، في تنشيط المبيعات جزء منه، في البيع المباشر جزء منه. وهذا يعني ان الاعلان هو جزء بسيط من المزيج التسويقي، او عفوا من المزيج الترويجي اللي هو جزء من المزيج التسويقي. لان هذه الاربعه هي المزيج التسويقي، تعرف بالفور بيز، معناها اربع اشياء تبدا بحرف البي. ولو حطها بالانجليزي ترى اسهل لضروري الطالب انه يتعلم على الاقل المصطلحات الاساسيه، لان هذا المصطلح هذا المفهوم الفور بيز ترى من ابسط واسهل واشهر النماذج في التسويق. يعني لا يتخيل ان طالب تسويق ما يفهم هذا النموذج، ضروري جدا كل طالب يكون ملم بهذا النموذج. فهي اربع اشياء تدل حرف البي اللي هو برودكت برايس بليس بروموشن. ولا يمكن اننا نفترض بان التسويق هو مقتصر على هذه الاربع اشياء، والسبب ان عندنا اشياء اخرى. عندنا تجزئه السوق مثلا، وش الفئه اللي انا بستهدفها؟ هل الشخص اذا كان بيبيع سلعه، هل مثلا شركه ابل في بيعها لجوال الايفون تستهدف جميع الناس ولا تستهدف فئات معينه من الناس؟ مستوى دخل معين، اذواق معينه الى اخره. ايضا عندنا سلوك المستهلك، وش سبب شراء المستهلك لهذه السلعه؟ ليش تشتري هذه السلعه ولا تشتري سلعه اخرى؟ ليش تشتري نوفا ولا تشتري بيرين؟ ليش تشتري مثلا سياره تويوتا ولا تشتري نيسان؟ ليش تشتري مثلا اللبس البراند الفلاني وتترك براند فلاني؟ وش الاسباب اللي تخليك، وش السبب اللي يخليك تحب تشتري اونلاين ولا تحب تشتري من البيت، من العفو من المحل نفسه؟ وش السبب اللي يخليك تحب اذا شريت تشتري اذا جيت تشتري اونلاين تحط دفع عند الاستلام؟ وش الاسباب اللي تخليك تفعل ثلاث تصرفات؟ هذا سلوك المستهلك. لازم كمسوق افهم سلوك هذا المستهلك. المستهلك يحب انه يدفع عند الاستلام، ليش؟ لانه ما يثق مثلا، يقول والله انا ما اثق، خاف احط معلومات بطاقتي تنسرق. ثم قالوا لك احنا نعطيك والله خيار الدفع عند الاستلام، طيب تدفع فلوس زياده؟ بعضهم يقول انا ادفع فلوس زياده ما عندي مشكله، بس اهم شيء اني ما تنسرق معلومات بطاقتي او ما تنسحب فلوسي ولا يجيني شيء. فمثلا ازمه الثقه هذه سببت اثر كبير على سلوك المستهلك. فيما لو جانا مثلا مستثمر مثلا من امريكا ولا بريطانيا، بالنسبه له كثير من الشعب في امريكا وبريطانيا يدفع بالبطاقه الفيزا ولا عنده اي مشكله، الموضوع سهل جدا. والدفع عند الاستلام هذا يكاد يكون معدوم عندهم، وحتى لو كان موجود هو بدون رسوم اضافيه، لكن عندنا لا غير. والسبب ثقافه الناس وثقتهم في السوق وثقتهم في خلينا نقول المنتجات الماليه الموجوده والى اخره. هذا سلوك المستهلك اثر على البزنس، اثر على طريقة إدارتي للبزنس. طبعا الدفع عند الاستلام له سلبيات كثير وله إيجابيات كثير بالنسبة للتاجر طبعا. أيضا في شيء اسمه ديجيتال ماركتينج، تشوفون اليوم ديجيتال ماركتينج واللي جالسة تسوي فيسبوك واللي جالسة تسوي
جوجل والجس والشركات الكبيرة، ممكن تدخل اليوم تتصفح موقع معين من المواقع فجأة يطلع لك إعلان عن شيء أنت مهتم في شرائه مثلا. كيف فهموا الشيء هذا؟ كيف عرفوا؟ من خلال معلومات، من خلال بحثك أنت في الإنترنت، من خلال أشياء كثير. هذا الديجيتال ماركتينج، هذا باب كبير وباب واسع جدا، حتى ممكن ما يسعنا الوقت أن نتكلم عن خلال هذا الفصل كله. حتى خدمة العملاء مثلا، وأثر خدمة العملاء على الزبائن، كيف أن الزبون ممكن أن يفضل شركة على شركة حتى لو كانت أقل جودة وأكثر سعر، فقط من أجل خدمات ما بعد البيع وخدمة العملاء. ونشوف مثلا المشاكل والطوامي الكبيرة اللي تسويها بعض الشركات في خدمة العملاء، واللي تسبب نفور كبير جدا من زبائنهم بسبب أن خدمة العملاء عندهم ضعيفة جدا أو سيئة جدا. يعني ولو تكلمنا عن التسويق، بحوث التسويق بحر كبير جدا، وغيره وغيره أشياء كثير في التسويق، يعني علم واسع جدا وفيه كثير من التفاصيل. مثل ما قلنا، صعب حصرها في مجرد إعلان أو بيع شخصي. نرجع لأول شريحة، مفهوم التسويق. الآن نرجع لمفهوم التسويق وتعريف التسويق. تعريف التسويق عرف بعدة تعاريف. تعريف التسويق عرف بعدة تعاريف. طبعا التعريف في الستينات اختلف عن تعريفه في الثمانينات إلى يومنا هذا. كان تعريفه في البداية على أن جميع أنشطة الأعمال التي تتوجه نحو تدفق السلع والخدمات من المنتج إلى المستهلك النهائي والمستعمل الصناعي. كلام جميل. وش الأنشطة اللي احنا نسويها عشان نجعل هذه السلعة تطلع من عندي كمنتج ومصنع إلى المستهلك، إلى المستهلك النهائي والمستعمل الصناعي؟ وراح نتكلم عن الفرق بين أنواع الأسواق، أسواق استهلاكية وأسواق صناعية. عام 85 أضاف للتعريف عناصر النسيج التسويقي اللي تحدثنا عنها قبل قليل، اللي هي أربع عناصر، هي الفور بيس، اللي هي تنفيذ خطوط تنفيذ عمليات تطوير المنتج وتشغيل وترويج وتوزيع السلع والخدمات من أجل خلق عمليات التبادل. أيضا نضاف خلق عمليات التبادل. وش معنى عملية التبادل؟ المقصود فيها اللي هو في الأخير عملية الشراء والبيع، عملية الشراء والبيع. من أي شركة دائما تسعى إلى عملية البيع والشراء من قبل المستهلك. لذلك التسويق مهم جدا انك تفهم. التسويق يمر بثلاث مراحل: مرحلة ما قبل الإنتاج، ومرحلة بيع المنتجات، ومرحلة ما بعد البيع. ومرحلة ما قبل الإنتاج هو كيف تصل إلى المنتج المناسب اللي يرغب فيه الزبائن. أعطيكم على سبيل المثال، يوم كانت معنا جوالات نوكيا قبل، نقول قبل 15 سنة مثلا، هل كان أحد يتمنى أو يرغب في أنه يحصل على الجهاز اللي كان بيني وبين اليوم؟ أتوقع ما كان أحد يتخيل، ما كان أحد يتصور. كنا بالعكس كنا مبسوطين أن معك جوال يكلم ويرسل رسائل، والحمد لله، وإذا ترى أنه أفضل شيء، وإذا أضيف ألوان، يعني بعد فترة أضيف الألوان صار شيء رائع كماليات، ثم أضيفت بعض الألعاب وأعطتنا أيضا كماليات، كنا نعتبرها كماليات في ذاك الوقت، ثم بعدها جت الكاميرا وكانت تعتبر ثورة كثير من الناس، ولو أنها كانت مواصفات ضعيفة جدا، لكن كان يعني الناس يقولون بركة أن يكون في كاميرا. لكن المسوقين في شركة أبل درسوا سلوك المستهلك، ودرسوا حاجة الناس لشيء حتى لو ما كانوا يدرون. يعني المسوق يخلق منفعة غير موجودة ثم بعد ذلك يبيعها. الناس صارت يعني حتى في البداية كانوا جايبين مجموعة من الأشخاص ويعرضون عليهم المنتج عشان يتأكدون أن المنتج هذا ينجح أو لا. فكانوا يقولون لهم هل ممكن تتخيل؟ فكان بعض الناس يضحك، يعني اللي أجروا علينا التجربة يقول يعني جوال فيه كل المواصفات، يعني ما خشت المخ. لكن يوم جربوا قالوا والله ليش لا؟ فعلا ليش لا؟ حتى يعني كان يعني رئيس التنفيذي لنوكيا يعني ما كان مستوعب اصلا انه ممكن احد ينافسه في ذاك الوقت. ونوكيا يعني كانت يعني الرائده في ذا المجال، لكن اكتشفوا في مرحله ما قبل الانتاج حاجه في السوق، ثم بعدها بناء عليها راح ينتجون هذا المنتج. طبعا
المواصلات في مصر مثل ما قلنا، وسعره وطريقة توزيعه وطريقة ترويجه، هذه من التسويق. ثم مرحلة بيع المنتجات، كيف تبيع المنتج؟ المنتج راح تبيعه أونلاين، هل راح تبيعه في المحل؟ طريقة بيعك، الموظفين اللي عندك في عمليات البيع، طريقة التسليم، وقت التسليم، سرعة وجودة البيع عندك، يعني بغض النظر عن جودة المنتج، يعني ممكن انك تروح مثلا محل مثلا حلويات، قد يكون عنده افضل نوع من انواع الحلويات لكنه ما يعرف يبيع، في عنده عدد موظفين قليل، المكان المتواجد فيه مثلا زحمة ما في مواقف، الموظفين ممكن يكون اخلاقهم سيئة، حتى احيانا مثلا تقرا بعض التعليقات على بعض المطاعم، بعض الناس يقيم المطعم تقييم سيء وضعيف، يا ناس ما انصحكم ما تروحون، انصحكم ما، وش السبب؟ يقول والله خدمتهم سيئة، والله الموظفين أخلاقهم سيئة، ما يرغبون في أحد، ما يعني يتجاوبون معك. هذه أنت ممكن تكون تقدم ألذ الأطباق، لكن إذا ما كنت تبيع بطريقة صحيحة الناس ما راح تجي عندك. المرحلة الثالثة ما بعد البيع، وهذه في سوقنا السعودي، أن يكون صريح معكم، هذه كارثة في السوق السعودي، تعتبر كارثة. مرحلة ما بعد البيع، أكاد أجزم أن كثير من المستمعين عانوا من مشكلة مع شركة من الشركات فيما بعد البيع، إما أن الشيء هذا يخرب ولا عاد يلقى أحد يصلحه، أو أن هذا أو أن الشركة يعني خلينا نقول يعني كأنها تجحد، كأنه ما تعرفك، أو ممكن يقولون أو يماطلون فيك، تتصل عليهم ساعات من الانتظار، وكل يوم يحولونك على أحد، وكل يوم يقولون بنشوف، وفي الأخير إيش يقولون؟ والله ما لك عندنا شيء، والله ما المشكلة غلطتك. يعني ظاهرة في السوق السعودي للأسف الشديد، ظاهرة للأسف الشديد، مع أن من أكبر الأشياء، يعني أنا أقول أن هذه من الثغرات في السوق. يعني إذا في أحد بيدخل لقطاع معين من قطاعات السوق ويستغل مشكلة خدمات ما بعد البيع، فهذه لوحدها راح تكون ميزة تنافسية، راح تكون لك ميزة تنافسية، لأن السوق ضعيف من هالناحية، يبيع لك شيء هم يبيع لك شيء، إذا باع لك شيء ما عاد يعرفك، أصلحت على ركبت على زين كأن ما أطل فيك، لكن شف إذا رحت لأول مرة حط لك كل شيء تبغاه، والضمان يعني يحطون لك فيه شروط تعجيزية وإلى آخره، يتخلون عن العميل، ما يدرون أن العميل هذا لو أرضوا العميل وقدموا له شيء مناسب، وهذا اللي الآن بنوصل في التعريف، راح يرجع لك هذا العميل مرة ثانية، راح يمدح لك هذا العميل هذا المنتج عند زملاء، عند أصدقاء، عند عائلته، فهذا اللي راح يجلب لك أيضا عملاء جدد. لكن للأسف عدم فهم التسويق بطريقة صحيحة أدى إلى مثل هذه المشاكل. أخيرا تعريف المطلوب منكم، أبغى منكم هذا التعريف، هو تعريف فيليب كوتلر، وأبغى منكم تحفظون هذا الاسم، اسم فيليب كوتلر، وكوتلر هذا أبرز علماء التسويق، ولو قلنا في الاقتصاد من مثلا في الاقتصاد أبرز علماء الاقتصاد اللي تعرفونه مثلا آدم سميث، مثلا في الاقتصاد في التسويق فيليب كوتلر، في التسويق فيليب كوتلر، هذا مو مصطلح انجليزي، هذا اسم الشخص، ما راح اطالبكم بمصطلحات انجليزيه، لكن اطالبكم باسم الشخص فيليب كوتلر. فيليب كوتلر عرف التسويق، وهذا هو التعريف المطلوب منكم، هو نشاط انساني موجه لاشباع الحاجات والرغبات من خلال عمليه التبادل، عندنا حاجات او عندنا رغبات، من خلال عمليه التبادل معناها البيع والشراء. قلنا نشاط إنساني موجه يشمل التخطيط المنتجات، ويشمل التسعير، ويشمل التوزيع، ويشمل الترويج، ويشمل بحوث التسويق، ويشمل سلوك المستهلك، ويشمل الخدمات، كل الأنشطة لأجل إشباع الحاجات والرغبات لدى المستهلك. أنا أبغى هذا المستهلك يكون مبسوط، أبغى يكون راضي، أبغى يكون سعيد. طبعا في الأخير أنا أبغى عملية التبادل، أبغى أبيع، في الأخير طبيعي أني أحرص على البيع. هذه تابع المفهوم الكلمة. الآن مفهوم الجوهرية للتسويق،
في عندنا 5 مفاهيم أساسية وجوهرية في التسويق، نختم بها إن شاء الله. أول مفهوم مفهوم الحاجات، والحاجات هذه مفهوم مر عليكم من خلال هرم ماسلو، أتوقع مر عليكم هرم ماسلو في مادة مبادئ الإدارة أو في مادة السلوك التنظيمي. لكن نرجع على بشكل سريع ولو بدنا ندخل في التفاصيل، هو الحاجات الفسيولوجيه، ثم الحاجه للامان، ثم حاجه الحب والانتماء، ثم التقدير والاحترام، ثم تحقيق الذات. هذه الحاجات من الطبيعي جدا ان الشخص لا يبحث عن حاجه الامان اذا لم يملك الحاجات الفسيولوجيه. الحاجات الفسيولوجيه الحاجات الاوليه، الاكل والشرب اللي لا يمكن الانسان يعيش بدونها. فاذا توفر الاكل والشرب عند الشخص راح يبحث عن الامان، ثم اذا توفر عنده الامان صار عنده مسكن واكل ومشرب صار يبحث عن الحب والانتماء وتكوين العائلة والصداقات. لكن لا يمكن لشخص يبحث عن صداقات وتكوين علاقات مع الناس إذا ما كان يملك الأكل والشرب. فطبيعي أن الإنسان يبحث عن الأكل والشرب، ثم الأمان، ثم الحب والانتماء، ثم يبحث عن احترام المجتمع، ثم تحقيق الذات، وهذا قلة من الناس يحرص عليها. لذلك تجدها في أعلى الهرم وتجد المثلث صغير جدا، لأن قليل يصلون إلى هذه المرحلة، والأكثرية تجدهم يقبعون في المرحلة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة والرابعة. المفهوم الثاني الرغبات. الرغبات هي الأشياء اللي من خلالها تشبع الحاجات. الآن إذا عرفت حاجة الناس وش الناس تحتاج، تحتاج للأكل. طيب الرغبات وش نوع الأكل؟ الرغبات لو فسرناها مقارنة بالحاجات هي نوع الأكل. فعندك عدة أنواع، فطبيعي جدا يقول إن الرغبات هي أوسع مفهوم من الحاجات، ولا لا؟ لأن الحاجات أكل مثلا هي حاجة واحدة، لكن نوع الأكل أنواع كثير، أنواع كثير من الأكل اللي هو الرغبات، اللي هو الرغبة. مش رغبتك في الأكل هذه اللي راح تشبع بها الحاجة الأساسية. فالرغبات أوسع مفهوم من الحاجات، وموسوع واسع جدا كبير جدا، وفهمك لرغبات الناس يساعدك على توفير الأشياء اللي تناسبها. ثم ذلك مفهوم الطلب والكمية المطلوبة من جانب الأفراد من سلعة أو خدمة معينة. إذا عرفت أن الطلب يرتفع في السعودية على سلعة معينة، طبيعي أنك تبحث عن هذه السلعة وممكن أنك تنتجها أو تبيعها. إذا كان الطلب على هذه السلعة غير موجود وموجود في دولة أخرى، مو بشرط أنه إذا نجح في دولة أخرى معناها ينجح عندنا. ضروري أنك تعرف الطلب على هذه السلعة موجود أو غير موجود. رابع المنتجات. المنتجات يعني عرفت بأنها أي شيء يتم عرضه في السوق لغرض جذب الانتباه أو الاكتساب أو الاستخدام أو الاستهلاك. لكنها أشهر شيء هو السلع والخدمات والأفكار. لو قيل لك منتج هو أما سلعة، سلعة مادية ملموسة، أو خدمة شيء غير ملموس، خدمة الاتصالات، خدمة الاستشارات، الخدمات الطبية، أو الأفكار، كتلة رياضية عندنا ممكن، أفراد، أماكن، منظمات إلى آخره. المفهوم الخامس التبادل. التبادل هو سلوك الحصول على شيء مرغوب فيه من أفراد أو منظمة في مقابل تقديم شيء آخر. التبادل أني أنا كمشتري أعطي مال وأنت كبائع تعطيني السلعة، أو مال بـ 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 أو سلعة بسلعة وإلى آخره. هذه يعني أبرز نقاط محاضرة اليوم. تبقى أمامنا 5 دقائق نأخذ فيها الكويز، وإذا كان عندكم في آخر دقيقة أو دقيقتين أسئلة أستقبل أسئلتكم. الكوز راح يكون مدة 3 دقائق. يبدأ الكوز الآن.
حياكم الله جميعا. نراجع الأجوبة، أتوقع الإجابة تظهر أمامكم. السؤال الأول كان يقول يقصد التشكر وترويج السلع بعد بيعها للزبائن. الأغلبية جاوبت أن المفهوم صحيح وهو خاطئ. مفهوم خاطئ، التسويق أوسع بكثير من الترويج. الترويج هو أحد عناصر المزيج التسويقي، لكن لا يمكن أن نقول أن التسويق هو الترويج أبدا. هذه إجابة خاطئة تماما، وأتمنى أن ننتبه لهذه النقطة. وهذه الفكرة اللي أبغى أوصلها خلال هذا الفصل، أبغى في الأخير تسلخ هذه الفكرة. المفاهيم الجوهرية للتسويق عندنا البيع، الشراء، الحاجات، جميع ما ذكر. كثير جاوب جميع ما ذكر، لم تذكر جميع ما ذكر، هي الحاجات، من الحاجات والرغبات والطلب والمنتجات والتبادل. السؤال الثالث، مفهوم الحاجات أوسع وأشمل من مفهوم الرغبات، أيضا هذه خاطئة. كنا الحاجة الجوع والرغبات ممكن أنك تشبعها بأي نوع من أنواع الأكل، الرز ولا غيره من أنواع الأكل. السؤال الرابع، أشهر علماء التسويق كوتلر. والسؤال الخامس، صاحب نموذج أهرام الحاجات هو ماسلو. أتمنى أن الأسئلة كانت واضحة. أتوقع أن يعني انتهى الوقت، ممكن نأجل الأسئلة للمحاضرة القادمة. إن شاء الله إذا أحد عنده أي سؤال جهز سؤالك في المحاضرة القادمة ونجاوب عليه بإذن الله. شاكر لكم حضوركم، ونلتقي إن شاء الله على خير غدا بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.